بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن سلسلة الطواغيت أو الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة من بعد عبادة أصناف من البشر تمثلت في حاكم ظالم مثل النمرود أو فرعون مجرم مثل فرعون موسى. بننتقل إلى نموذج في عبادة البشر لكن في صورة الأنبياء. سيدنا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. سيدنا عيسى عليه السلام نبي رسول من أولي العزم، هو من أولي العزم، وأولي العزم أربعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال خمسة. سيدنا عيسى معجزة من المعجزات، معجزة في ولادته، وله معجزات في نبوته ومعجزات في تعاليمه. معجزاته تدور في فلك الروحانية. الروحانية، لماذا عيسى معجزة في ولادته؟ معجزة روحانية. كذلك معجزاته كانت روحانية، تعاليمه كانت روحانية. ذلك أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون طغت فيهم المادية، طغت المادية على بني إسرائيل بصورة جعلتهم ينكرون الروح وينكرون الآخرة، فكانت المادية فيهم طاغية إلى حد كبير. ما علاج هذه المادية؟ رسالة جديدة تكون روحية، روحية في أولها بولادة عيسى من أنثى بغير ذكر. لماذا؟ لأن اليهود يقولون يلتقي الرجل مع المرأة ينجبان ولدا، مادية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. الله عز وجل أراد أن يقول لهم سآتيكم بولد من غير بولد من امرأة من غير زواج. فكانت ولادة عيسى معجزة روحية، وبعد كده المعجزات التي كانت تصديقا له كنبي روحية، ومنها يهيئ لهم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، ومع بقية المعجزات. والتعاليم كانت روحية على شاكلة: أما إنه قيل لك قيل لك السن بالسن والعين بالعين وكذا، أما إني أقول لكم من لطمك على خدك الأيمن فأدل له الأيسر، ومن أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزارك ويمشي عريان ما فيش مشكلة، ومن أراد أن يمشي معك ميلين فامشي، من أراد أن يمشي معك كميلا فامشي معه ميلين. الكلام اللي بينسبوه لسيدنا المسيح، خليه صحيح أو غير صحيح، لكن المهم الحكاية روحانية. بدأت بقصة سيدنا المسيح بدون أب، ولم تكن هذه بدعا من الخلق. عيسى بدون أب، نعم، سبقه في هذا خلق كثيرون. قبل ما يخلق البشر كان في ملائكة خلقوا بلا أب وبلا أم، خلقوا بقدرة الله، خلقوا بكن، ملائكة من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، خلق راقي بكل المقاييس. ولما خلق الله أبانا آدم خلقه من غير أب ولا أم، فخلقه من طين، خلقه من طين، سواه بيده، ثم نفخ فيه من روحه فصار إنسانا، وأسجد له الملائكة بعد أن علمه الأسماء كلها وأسكنه الجنة. فآدم بلا أب وبلا أم، ومع ذلك فآدم ليس إلها وليس ابن إله. آدم أسكن الجنة عايش وحده، أراد الله أن يؤانسه، نام واستيقظ وقد خلق الله من ضلع من ضلعه أو من ضلوعه حواء،
لتكون زوجا له. قيل وسميت حواء لأنها خلقت من كائن حي هو آدم. أسباب، فحواء خلقت من ذكر بغير أنثى إلى أن خلق الله عيسى من أنثى بغير ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر وأنثى، فتمت دلائل قدرته سبحانه وتعالى. فكأن الخلق ما بين مخلوق هو أبونا آدم بلا ذكر ولا أنثى، أمنا حواء من ذكر بغير أنثى، سيدنا عيسى من أنثى بغير ذكر، كلنا من ذكر وأنثى. ودلائل القدرة لا يعجزها شيء، ليس هناك مشكلة أن يخلق عيسى بدون أب. لكن في الفكر البولسي، البولسي والإبليسي أيضا، بولسي نسبة إلى بولس، بولس هذا اللي هو شاول اليهودي اللي غير رسالة المسيح من الألف إلى الياء اللي هي عليها المسيحية الموجودة الآن في العالم، قال لا، يعني عيسى بدون أب يبقى أبوه الرب، ومن هنا جاءت فكرة باسم الأب والابن، وأضافوا إليها في مجمع من المجامع الروح القدس. فبات الشهادة عند النصراني باسم الأب والابن والروح القدس، وبعدين أضافوا إليها إله واحد وأمين كمان، يعني إضافات، إضافات عبر مجامع كنسية متعددة عشان تصبح الشهادة عند النصراني الشهادة التي كان يقولها أتباع عيسى من الحواريين والتلامذة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، صارت باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. طيب إزاي ثلاثة وواحد، يعني أب وابن وروح قدس وبعدين إله واحد وأمين، مين عم أمين هذا؟ الله أعلم، لكن أمين والسلام، الله يرحمك يا عم أمين. وبعدين طب ثلاثة في واحد المفروض بثلاث، جدول الضرب يقول كده، قالوا لا، ثلاثة في واحد بواحد، العناية الإلهية الإرادة الإلهية تقول إنه ثلاثة في واحد بواحد. يا جدعان والله تعلمنا في جدول الضرب ثلاثة في واحد بثلاث، وواحد في ثلاثة بثلاث، وسموه جدول الضرب، يقولوا يا ولد سموه جدول الضرب ليه؟ قال شبعنا في ضرب يا أستاذ، يعني جدول الضرب اللي شبعنا في ضرب بيقول ثلاثة في واحد بثلاثة. الإرادة الإلهية في الكنيسة جعلت الثلاثة في واحد بواحد، ها مش عندك ما هذا؟ هذا إصبع، إصبع واحد ولا ثلاثة؟ هل واحد؟ طب وكم عقلة فيه؟ ثلاثة عقل، واحد اثنين ثلاثة، وفي الأخير إصبع واحد. يا سلام، هكذا يضحك على النصارى على إنه التثليث هو مثل الإصبع، ثلاثة في واحد بواحد، ولكنه ثلاثة عقل وهو في الأخير إصبع واحد. طب مركب ولا بسيط؟ مركب. من الذي ركبه؟ الله. طب مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. كيف تقيس الخالق على المخلوق؟ ولماذا قلت على هذا الإصبع ثلاثة في واحد والثلاثة عنيت بها ثلاثة عقل؟ طب ما هذا الإصبع فيه ظفر، يعني يبقى أربعة، وفي جلد يبقى خمسة، وفي لحم يبقى ستة، وفي عظم يبقى سبعة، وفي عروق يبقى تمانية، وفي دم يبقى تسعة، وبتكلم على العروق كاسم جنس، وإلا كام عرق وكام شريان، والدم واللي مكون من كرات الدم البيضة والحمراء، طب كم من الكريات؟ لماذا جعلته ثلاثة وهو إلى الثلاثة ملايين أقرب؟ لكن هكذا يضحك على الناس، تثليث وعين التوحيد. طيب طب بلاش المثال هذا بتاع الإصبع، قول له الشمس نور وحرارة وجرم، يعني حجم الشمس، وثلاثة في الأخير شمس، أي نعم الشمس فيها حرارة وفيها نور ولها حجم، برضو لها شروق ولها غروب ولها خسوف أو كسوف، والخسوف جزئي أو كلي، وليها مركز الشمس وليها سطح الشمس، ومركز الشمس مكون من غاز الهيليوم، ومركز الشمس درجة الحرارة فيه تختلف عن سطح الشمس، وسطح الشمس يختلف عن الحرارة التي تصل إلى الخلائق.
لماذا جعلته ثلاثة؟ الإنسان قال لك جسم وروح وعقل، نعم صحيح، جسم وروح وعقل ورأس وبدن وأعضاء وجوارح وأجهزة، تنفسي هضمي تناسلي عظمي، حاجات كتير، لماذا جعلته ثلاثة؟ نرجع، قالوا عيسى ولد بدون أب، يبقى مين أبوه؟ مين أبوه؟ الإجابة عندهم أبوه الرب، المسمى عندهم بالأب، وهي تسمية كاذبة، لأن الأسماء عندنا توقيفية، اسمه الرب وليس اسمه الأب، لكن يقولوا على الأب، ويا ريت يقولوها الأب كده كمان، ده بيقولوها إيه؟ الآب، باسم الآب، باسم الآب والابن والروح القدس. طب الأب ده شكله عندهم الإله القديم الكبير، والابن اللي هو عيسى، عيسى اللي بيصوروه في الصور عينيه خضرة وشعره أصفر وطفل كده جميل مثل الأطفال اللي بيجيبوهم في الإعلانات والأطفال الأوروبيين. طب عيسى فلسطيني يعني مولود في بيت لحم، إيه اللي خلاه واخذ الشكل الأوروبي ده، عينيه خضرة وشعر أصفر؟ وأمه قال إيه كمان؟ أمه نفسها شعرها أصفر وعينيها خضرة. واحد جاهل عندنا في البلد بعد يبص على الصورة اللي بيعلقوها في النتيجة، صورة مريم لقاها جميلة، ولا لا عشان كده ربنا أعوذ بالله، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر يعني، ده جهل موجود، صور موجودة لأنك بتلاقيها في كل مكان بتروح فيه تشتري من أي محل، معلقين صورة مريم العذراء وابنها، والاثنين أجمل من بعض، الطفل وأمه. مين اللي قال إنه دي مريم؟ ومين اللي قال إنه ده المسيح؟ طيب بغض النظر، عيسى اتولد بدون أب، ما احنا قلنا آدم بدون أب وبدون أم، وربنا لما ضرب المثل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا، عيسى ده اسمه في القرآن يعني نوع من المناظرات اللي فيها تجاوزات، يعني إيه؟ يعني عيسى ليس كآدم في كل شيء، لأنه عيسى بدون أب، أما آدم فبدون أب وبدون أم، فالمفروض أنه أولى بالألوهية من عيسى إذا كانت القضية كده. ومع ذلك التنزلات القرآنية لا، خلي عيسى مثل آدم، عيسى بدون أب لكن آدم بدون أب وبدون أم، ومع ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، والمثلية الكاملة كن، كن فيكون، خلقه من تراب فقال له كن فيكون، فخلقه من فخلقه بكلمة التكوين كن. ولذلك عيسى من ألقابه كلمة الله، ما كلمة الله؟ كن، كن فكان. طب روح الله؟ أيوة عيسى روح الله، ولكن ليست خاصة بعيسى، لأن كلمة روح الله اللي احنا بنقولها وموجودة في القرآن، إن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه، وفي عندك فأرسلنا إليها روحنا جبريل، لكن روح منه النفخة الإلهية، روح منه ربنا جعلها لآدم، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وجعلها لي نحن ذرية آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه الذرية. وعيسى قال وروح منه، يبقى ما في خصوصية لعيسى في هذه القضية، حتى ما دام هو روح الله يبقى ابن من أبناء الله أو يبقى هو الله وهكذا، لا. طيب فعيسى المخلوق بكلمة كن بدون أب، هل يعني هذا أن الله أبوه؟ طيب ما هو أولى منه آدم، وأولى من آدم الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله
ولا الملائكة المقربون. سبحان الله، ده الملائكة أعظم خلقا من آدم ومن عيسى، ومع ذلك لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يوم ما يكون لله عز وجل ولد يصطفي، يعني يقولون من شابه أباه فما ظلم. في حياة الناس ابن الغني يظهر عليه ثراء أبيه، ابن الملك أول ما تشوفه تقول له أمير، أنت تعرف أنه ده ابن الملك؟ لا، هو بس باين عليه أمير. طيب ما وجه الشبه بين عيسى وأبيه؟ حاشا لله يعني، لكن هذا من باب الافتراضات. الله يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. طب إيه وجه الاصطفاء في عيسى من حيث الخلقة؟ أنا وإنت فينا يعني جمال في الخلقة، لكن فينا نقائص. النقائص دي أنا وإنت نحتاج ناكل ونشرب ونحتاج ندخل الحمام، دي نقيصة في بني آدم. لو عيسى كان ابنا لله ألا يتنزه عنها؟ من باب أولى. طب يا جماعة يلي درستوا الإنجيل، عيسى كان بيأكل ويشرب؟ آه. وكان يأتي بلازم ذلك؟ نعم. يعني كان يروح الخلاء؟ أيوة، لأنه كما قيل اللي ليه مدخل ليه مخرج. طيب ما ربنا بيقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر انظر دي يعني افهم، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكون. بل يأكل الطعام، يأكل ويشرب ويحتاج يدخل الحمام ويبول ويتغوط ويمرض ويصح، كيف يكون إلها أو ابن إله؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أنتم تزعمون أن لله ولدا؟ ربنا يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قل لأهل الكتاب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول واحد أعبده. أين هو؟ لماذا ولد لله؟ وكيف؟ الله عز وجل يبطل القضية من أولها. أنتم تقولون لله ولد؟ طب يعني مثلا على سبيل المجاز كلنا أبناء الله، كلنا أولاد الله، كلنا عيال الله؟ لا لا، ده دي قضية تانية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أما ليه؟ لا لا لا، دي بنوة حقيقية. بنوة حقيقية يعني حتى مش بالتبني. لا مش بالتبني، يبقى محتاج زواج. ما هو أنا خليني شاب لم أتزوج، زي القصة المذكورة على لسان أبي حامد الغزالي، واحد يقول يا رب ارزقني ولدا، يا رب ارزقني ولدا، يا رب ارزقني ذرية صالحة. قال له تعال، انت اتجوزت؟ انت تزوجت؟ قال له لا. قال له انت بتعتدي في الدعاء، ارزقني ولدا وانت لم تتزوج، روح اتزوجها ارزقك الولد. فانت بتقول لله ولد. طيب تعتقدون أن له زوجة؟ أعوذ بالله، اللي يقول لله زوجة يبقى كافر. الله، معتقدين هذا صحيح؟ ليس لله زوجة، ولكل لله زوجة كافر. طب والولد من أين جاء الولد؟ ولذلك نقرأ الآيات في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا الله، بقى حتى الاعتقاد انه زوجة يبقى ده كفر.
طب هو الاعتقاد انه لي ولد، الله، انتم قلبتوا القضية ليه؟ طب لماذا كفرتم من يقول لله زوجة في نفس الوقت تقولون لله ولد؟ ومن أين جاء بهذا الولد؟ من الملجأ؟ من دار الأيتام؟ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لذلك الإمام الباقلاني أبو بكر الباقلاني لما راح مناظرة مع بتوع الروم، وبعدين داخل على كبير الروم، بعدين كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، يوم الحواليه بيستغربوا انت ازاي يعني كبير علماء المسلمين وتقول هذا الكلام، انت جاهل يعني، انت ما تعرف انه قداسة البابا لا يتزوج لا يخلف؟ قال سبحان الله، قداسة البابا لا يتزوج لا يخلف، لا تنسبون له اولاد وتنسبون لله الولد. فقتلهم، يعني اصابهم في مقتل، اصابهم في مقتل، غير بقية المناظرة معروفة. الشاهد يعني من أين يأتي الولد ولماذا لله ولد؟ أنا وإنت بنتزوج، بعد ما نتزوج لو إنه ما خلفناش مشكلة، نشوف الطب وكذا، طب نعمل عملية الحقن المجهري، طيب ما نفعتش، طب أتزوج زوجة ثانية، أجيب الثالثة الرابعة، الإسلام حل التعدد في مثل هذا وفي غيره، والتعدد لصالح المرأة قبل ما يكون لصالح الرجل. إذا كان لصالح الرجل بنسبة 10% فللمرأة بنسبة 90%، وده مش موضوعي دلوقتي، بس أنا عملت مناظرة في فيينا سنة 90، طلعوا النساء مقتنعات بتعدد الزوجات أكثر من الأزواج، لصالح المرأة بغض النظر عن الموضوع هذا. فأنا بخلف، ما خلفتش، رحت أتجوز تاني وهكذا، ليه؟ عشان نفسي في ولد. طب وليه نفسي في ولد؟ عشان لما أكبر يساعدني، لما أمرض يكون جنبي، لما أموت يحمل اسمي. كنت أشوف الناس الكبار في العيلة يتجوز قبل ما يموت عشان بس يطلع له طفل يحمل اسمه من بعده، يشافه هو وفي اللفة ما شافهوش، ليه؟ عشان يحمل اسمه، لك البيت ما يخربش يبقى في ولد بيحمل اسم أبيه. طب هذه الأسباب التي تجعلنا نتزوج لننجب، هل هي موجودة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني يعجز ويحتاج إلى من يتحمل عنه ولا يعجزه شيء؟ أيموت فيحتاج إلى من يخلفه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولد لله ليه؟ ولي عهد. ده لو في ملك يعرف انه هيعيش ويخلد في الدنيا مش هيخلف اولاد عشان ما يحملش، عشان ما ينزحوش على الملك. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ولد. النصارى اعتقد انه لي ولد، ويريت وقفت المسألة على انه ده مرة ولد ومرة هو ومرة ثالث ثلاثة ومرة هو وامه ومرة من غير امه، وشغلانة في 70 في 72 فرقة من فرق النصارى، لأن الحديث قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة دي موجودة، داعي الأمم. المهم إن عندهم فرق كثيرة، وأشهر حكاية إنه ابن أو هو هو أو هو ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة المجامع الأخيرة اللي وصلوا إليها. ولذلك القرآن مرة يرد على كل حاجة، رد على قولهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال هو نزل وطلع في صورة المسيح. طب مين اللي مسك السماء والأرض ساعة ما نزل وقعد في بطن مريم؟ قالوا لا، مش هو اللي نزل، ده هو حاجة كده انبثقت منه طلعت في صورة عيسى، فيبقى عيسى ابن وفي أب في السماء وده الابن في الأرض. لدرجة زكريا بطرس بيقول ما انت عندك يا مسلمين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفسرها على انه اللي في السماء هو الأب واللي في الأرض هو الابن.
إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا إله في السماء هو الإله في الأرض، يعني المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. لكن زكريا بطل فين الآية؟ قال يا أهل الكتاب قد لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. أهو بيقولك خلي بالكم معاي رسول الله، قال بس يشيل كلمة رسول دي خليها على جنب، وبعدين إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أدي كلمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى واحد اثنين ثلاثة، يبقى هذا التثليث يا حبايبي يا مسلمين ولا لا؟ شوف كان بيضحك على الناس بطريقة لا يمكن. أنت بتستهبل؟ مش تشوف أول الآية ومتشوف إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله؟ ليه ده خلي رسول على جنب دلوقتي؟ طب ما هي دي أصل القضية. قال لك لا، يبقى الله وكلمة وروح، يبقى آدي اللي احنا بنقوله أب وابن وروح قدس إله واحد أمين. فما تستغربش لما يفسروا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله على إنه اللي في السماء الأب واللي في الأرض الابن. مش غير يعني اللي خلاه فسر آية النساء بهذه الصورة سهل إنه فسر آية الزخرف بهذه الطريقة أيضا. فهنا قالوا الابن هذا طلع في سورة عيسى، فربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بعديها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، في منهم طوائف بيقولوا مريم إلهة، فربنا قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك عبادك. النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها معاني خلاها يقرأ هذه الآية يقوم بها الليل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فعيسى لماذا ابن ولماذا يكون إله أو ابن إله على أي شيء؟ لكن هكذا اعتقد النصارى بفرقهم المختلفة. طبعا الفرق هل هو الأب والابن مشيئة واحدة ولا مشيئتان، طبيعة واحدة ولا طبيعتان، طب الروح القدس انبثق من الأب والابن ولا انبثق من الأب دون الابن، وبعدين يحصل ايه؟ يكفروا بعض لدرجة انه لما جاء بابا الفاتيكان لمصر، بابا الأرثوذكس في مصر رفض يقابله، هل ده كافر وانا لا اقابل كافرا؟ فنزل البابا على الكنيسة بتاعت الكاثوليك اللي في مصر هنا، لأن الكاثوليك في مصر قلة، كاثوليك في أوروبا وأمريكا، وطبعا في بروتستانت اللي هو المذهب الإصلاحي بتاع مارتن لوثر، إنما الغالبية في مصر أرثوذكس، وزيهم الصرب اللي قتلوا إخواننا في البوسنة والهرسك قبل 20 سنة. فرفض يقابله. وبعدين في نصارى من العوام بيروحوا يحضروا حفلات وافراح ولا اعياد الكاثوليك هؤلاء، فوقف قسيس كبير في الكنيسة وقال اللي هيذهب محروم من التناول، نحن عيسى مسيحنا غير مسيحه، واعتقادنا غير اعتقاده، وديننا غير دينهم، فهم كفار محرومون من الجنة، والذي يذهب منكم محروم من التناول. التناول ده حاجة من ضمن الأسرار الكنسية السبعة، إيش التناول والتعميد والعشاء والذي منه. سبحان الله في قسم الأديان عندنا درسنا هذه الأشياء بتوسع، عملنا فيها رسائل، في واحد كان واخد رسالة دكتوراه في الأسرار الكنيسة السبعة وأشياء أخرى، رسالتي أنا كانت في التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، دراسة مقارنة. نأتي إلى القضية اللي احنا فيها، عيسى ليه يكون إله ولماذا يكون ابن إله؟ والقرآن بيتكلم في كل هذه القضايا، له إله ولا ابن إله، ونفى قضية البنوة من أصلها. عشان يكون ليه ابن لابد كل زوجة، وانتم تقولون ليس له زوجة، فمن اين؟
من أين؟ لذلك سورة الإخلاص عندنا التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البقرة قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يونس وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولد لله لماذا؟ فهكذا زعم النصارى هذا الزعم الباطل ورد القرآن عليه بهذه الردود العقلية والعلمية. سبحان الله العظيم رد على البنوة ورد على التثليث ده غير الرد على قضية الصلب اللي هي برضه هو أساس المعتقد النصراني البنوة والتثليث كجانب والصلب والفداء كجانب آخر. الصلب والفداء إنه عيسى ده نازل عشان يفدي البشرية فداء للبشرية عمل إيه؟ خدوا النكتة دي أبوه لما خلق الله أبانا آدم أدخله الجنة كلا من هذه الجنة كل حاجة لك حلال ولا تقرب هذه الشجرة ده رمز لقضية التكاليف افعل ولا تفعل وهذا حلال وهذا حرام. فالحلال كتير الجنة كلها ملكا لكم والحرام حاجة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة. إبليس ما سابهمش في حالهم ما هو قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. فراح ما داخل على آدم وحواء الاثنين مش حواء بس زي ما بتقول التوراة وهي اللي أغرت زوجها لا وكل الشجرة دي حلوة دي جميلة أيا كانت الشجرة تطلع تين عنب تفاح تطلع حنطة المهم كلها من هذه الشجرة وده ربنا ما نهاكما عنها إلا عشان ما تكونوش ملكين ولا تكون من الخالدين وانا اقسم لكم بالله اقسم طب انا مش هحلف طب اقسم اللي عارفين قصه اللي عندنا دي بقول طب والله ما انا هحلف طب والله العظيم طب اقسم بالله طب والله ما انا هحلف كده على طول ها فقاسمهما اني لكما لمن الناصحين لدرجه ادم وحواء قالوا لا في حد يكذب ربنا يعني حد يحلف بربنا كذب فكلا منها اكلا بدات العقوبه بدت لهما سوآتهم أخذ يخصفان من ورق الجنة ناداهما ربهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بآية الأعراف في البقرة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تاب عليه فعلا وبعدين قال له اهبط اهبطوا منها ليه بقى لأنه أنت مخلوق يا آدم لتكون في الأرض مش في الجنة، الجنة دي فترة تشريفية بس. إنما من قبل ما ربنا يخلقه بأربعين سنة استدعى الملائكة وقال لهم تعالوا أنا هخلق خليقة هتكون في الأرض تعمر الأرض وتصبح خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب تخلق خلق غيرنا ليه؟ إحنا قصرنا في إيه؟ ألسنا نسبح ألسنا نحمد
طب وده ممكن المخلوق في الارض ده يعمل زي الجن لما كانوا في الارض يسفكوا الدماء ويقتلوا كذا؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى لما ربنا قال اني جاعل، قال في الارض ولا في الجنه؟ قال في الارض. فادم شوف، لا ادم ده لو كل من الشجره ما اكلش من الشجره نازل للارض، هو مخلوق ليكون خليفه في الارض، تاب خلاص ربنا تاب عليه. لا، عند النصارى ما تاب الله عليه، لانه لو تاب عليه يبقى ده اعمال لصفه الرحمه من غير اعمال صفه العدل. ولو عاقبه يبقى اعمال لصفه العدل من غير صفه الرحمه. فعاوزين نحقق العدل والرحمه مع بعض. فلما أراد الله أن يعاقبه وجد أنه إنسان، فقال الرب لنفسه أنا إله وهذا إنسان، كيف يتنزل الإله ليعاقب إنسانا؟ الإله ينبغي أن يعاقب إلها مثله ولا يعاقب إنسانا. أزغرت يا جدعان؟ لأنه احنا كلنا إنسان وكلنا بقى الإله لا يعاقب إنسانا وإنما يعاقب إلها مثله. بقول للطلبة عندي في الكلية زمان وأنا في كلية الدعوة، فبقول لهم يعني مثلا لو حد فيكم يا أولاد غلط فيا، أقول له اقعد يا ولد، بدل ما أضربه ولا هزاه ولا أرد عليه أنا رايح أنا أضرب العميد، ما احنا الاثنين أساتذة زي بعض. الله، لا يعاقب إنسانا إنما يعاقب إلها مثله. فكر. وفي الآخر على طريقة المصريين تاهت لأينها، قال خلاص أنا أخلق خلقا يكون في جزء ناسوتي من أبيه آدم وجزء لاهوتي مني، وبكده سأخلق إلها أستطيع أن أعذبه وأن أعاقبه. لغاية ما جاءت مريم ونفخ فيها من الروح وخلفت عيسى. ده عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، بيقولوا كده في التوراة، وكان جميع الأنبياء ثاوين في الجحيم إلى أن أخرجهم عيسى من النار، لأنه اسمه جاي بالفداء. عيسى كبر بقى سن 30، بعث نبيا ورسولا على سن 33، اليهود عاوزين يقتلوه. طبعا هنا بدأت تختلف روايات الأناجيل، فعلى الأناجيل اللي قالت انه صلب، قالوا خدوا صلبوه وصلب على خشبة الصليب، مع انه مكتوب في الإنجيل ملعون من علق على خشبة الصليب. قالوا وصلب بين اثنين من عتاولة الإجرام، مجرمين لصوص كبار. ده غير انه بعض الروايات قالت انه هو مصلوب على خشبة الصليب، يعني مش عارف، في امرأتين طلعوا تسلقوا على خشبة الصليب وحملتا منه، وبعدين عطش فقال اسكوني، فسقوه خلا ممزوجا بمرارة، فقال إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. الله، انت نازل عشان تصلب ولا دلوقتي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبعدين مين بنادي على مين انت؟ طب قول يا أبي مثلا تمشي مع الإنجيل، إنما إيلي 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 إلهي إلهي، يعني انت عبد، ولماذا تركتني؟ طب ما انت نازل عشان تصلب. وبعدين إيه اللي صلب في المسيح؟ الناسوت. واللي ترك؟ اللاهوت. طب ولما ترك راح فين؟ طلع وجلس على يمين الرب يحاسب الخلق ويدين البشر. طب ما كان من الاول ما دام في معاقبه لناسوت كانت تبقى المعاقبه لادم، ما هو ناسوت يعني انسان. انما نعمل القصه دي كلها عشان هنعاقب لاهوت وبعدين في الاخير نعاقب الناسوت ونترك اللاهوت؟ يا رب احفظ علي ديني واحفظ علي عقلي. طب ازاي؟ هلا
وبعدين لماذا عيسى الابن الوحيد البار الجميل يؤخذ بذنب أبيه، وفي التوراة لا يؤخذ ولد بجريرة والد ولا والد بذنب ولد، وفي القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أو قبلها ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلماذا يؤخذ عيسى بذنب آدم؟ وآدم تهب وربنا تهب عليه، الابن الوحيد للرب يصلب، والصليب اللي مفروض أدوسه أبوسه وعلقه واجعله على أعلى الأبراج بتاعت الكنائس مآذن، إيه؟ أي دين هذا؟ طب قل أي عقل هذا؟ أي عقل؟ لا إلغي عقلك، ده من القوانين الكنسية، إلغي عقلك واتبعني واغمض عينيك وسر ورائي، من فكر كفر. أي حد يفكر في دين النصرانية لابد يكفر بها، لابد، إنما هو مطلوب منه لا يفكر، من فكر كفر. إيه المطلوب؟ اغمض عينيك واتبعني والغي عقلك، الغي عقلك وسير ورائي واغمض عينيك واتبعني، هكذا. ما هذا؟ أي دين هذا؟ المهم طبعا من ضمن الآلهة الزائفة والأرباب الباطلة ألوهية المسيح. طب طاغوت؟ لا طبعا، لما أنت بتقول لي ده في سلسلة الطواغيت، الطاغوت هو الذي يرضى، يرضى بأن يكون إله، أنت بتعبده مع الرضا منه، لكن أنت بتعبده كما عبد النصارى عيسى ولم يرضى عيسى بذلك، يبقى ما يسماش عيسى طاغوت. أما ليه اللي يسمى طاغوت؟ الفكرة، الفكرة صارت طاغوتية، عبادة رب متمثلا في ابن أو ثالث ثلاثة، على أنه عيسى، وعيسى براء وأمه براء، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب يبقى ده شيء من ضمن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، عبادة عيسى. أيضا في باب البنوة هذه التي أنكرها الله عز وجل ونفاها، ولذلك من بين الآيات اللي بتنفي البنوة عن الله آيات سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهنا في ادعاء جديد اسمه ادعاء أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله. كلمة ولد تطلق في اللغة العربية على الذكر والأنثى، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، وأرادوا بها الملائكة وجعلوهم إناثا كما نبين في الآيات، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، دي سورة الصفات. في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. شوف الرد يا أخي، عجيب وعظيم وبليغ. أشهدوا خلقهم، من شاهد فليشهد، من شاهد فليشهد، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وكمان من ضمن الادعاءات وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فادعوا أن الملائكة بنات لله، ليه؟ عشان بدون أب وبدون أم، زي ما قالوا النصارى على المسيح أنه بدون أب يبقى الرب أبوه. فهنا قال أشهدوا خلقهم، ومثلا في سورة الإسراء
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الآيات فالله عز وجل نفى قضية إنه يكون في ملائكة بنات لله أو أولاد لله وطبعا هذا الزعم هتقول لي موجود فين أقول لك في دين الصابئة بنقرأ كلمة الصابئة في القرآن مذكورة في القرآن في ثلاثة مواضع في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي سورة الحج في سورة المائدة ثانيا يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وجاءت منصوبة في موضعين ومرفوعة في موضع منصوبة على أنها اسم إن منصوب معروب يعني أعربناها يعني إن يبقى اسم إن إيه منصوب فعشان كده جاءت والصابئين إنما اللي في سورة المائدة والصابئون اسمهم الصابئون فذكرها الله بدون تدخل حركات الإعراب فيها مثل ما تقول قرأت سورة المؤمنون طب إزاي ده مضاف إليه سورة المؤمنين هي اسمها المؤمنون فأنت مش بتعربها فبتبقى المؤمنون هكذا كأنها إيه اسم جامد فكذلك كلمة الصابئون عشان دي خذوها ما أخذ لك إيه لماذا صابئين مرتين والصابئون ثالثة مرفوعة طيب الصابئون دول عبدت كواكب وعبدت ملائكة وليهم بقية موجودة في العراق ليهم بقية موجودة في العراق ودول من إمتى من أيام سيدنا إبراهيم وامتدادهم لغاية الآن زي ما في ناس بيعبدوا الملائكة في ناس بيعبدوا الشيطان اسمهم اليزيدية موجودين في شمال العراق فيبقى كان في ناس بيدعوا انه الملائكة بنات الله وبيعبدوهم وإلى يوم الناس أيوة بس قلة مش كتير ولذلك سبحان الله أنا يعني بيلفت انتباهي حاجات عجيبة في القرآن ادعاء أن عزيرا ابن الله جاء مرة واحدة في القرآن في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الكلام عن المسيح في القرآن خد آيات أنا قلت لك بعض الآيات اللي فيها ما أقدرش أجيب لك القرآن من الأول للآخر كده في الآيات اللي بتاعت بنوة المسيح وألوهية المسيح إنما هو عزير قلت له أيوة قالت لي وقالت اليهود عزير ابن الله طب دي مرة واحدة لأنك أنت لا تكاد تسمع عن بنوة العزير لا تكاد تسمع إنما بنوة المسيح ملت الدنيا خرافة أن عيسى إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة قارة أوروبية وقارة أمريكية ومش مكتفين كمان منشر هذه الفكرة في القارة الاسترالية وكمان في أفريقيا وآسيا شوف التنصير واخد قديه في أفريقيا وآسيا شوف يعني الجهود الجبارة للتنصير باسم الأب والابن والروح القدس باسم المسيح فالقرآن يتكلم عن قضية المسيح بكثرة لأنها كثيرة برضو في قضية الملائكة ما هيش منتشرة جدا قاعد أفكر أنا أسترجع آيات القرآن عشان أجيب الآيات اللي تكلمت عن الملائكة اللي منها آية في الإسراء وآية في الزخرف وآية في الصفات وآية في الأنبياء وبس ليه لأنه قصة الصابئة مش منتشرة أو عبادتهم للكواكب أكثر من عبادتهم للملائكة فجاءت الآيات على حجمهم وزي كده مثل هذا عبادة الجن
موجودة حاجة اسمها عبادة الجن؟ آه طبعا عبادة الجن موجودة. وفي سورة الجن مثلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هل وأن لا إله إلا الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي للرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بدأت عبادة الجن إزاي؟ من الآية دي اللي بتقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. المشركون في الرحلة بتاعت الشتاء والصيف، في رحلتي صيف الشتاء والصيف، ها هم ماشيين كده من مكة رايحين لغاية الشام ومن مكة رايحين اليمن، بيعملوا استراحات ليلية، يشوفوا حتة مستوية وفيها عين مية ينزلوا يشربوا ويسكوا الأنعام الإبل اللي معاهم وياخدوا شوية مية ويطبخوا ويذبحوا وياكلوا ويشربوا ينبسطوا وبعدين يناموا. تعب سفر قطعة من العذاب. هم ونايمين يطلع عليهم الجن اللي عايشين في الصحراء يلعبوا لهم في رجليهم وفي جسمهم وهم يتفزعوا زي الناس اللي بتيجي لهم كوابيس. فهي الناس اللي مع كبير القافلة احنا ده بيلعبوا لنا في رجلينا ده مش عارف ايه، يقوم يقول ايه اعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاري، يعني انت يا كبير ابعد عننا الصغيرين، على طريقة المصريين الكبير كبير والصغير صغير وبيزودوا عليها والنص نص. طيب انت يا كبير ابعد عننا الصغيرين. وانه كان رجال والإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبدأت حكاية عبادة الجن بنوع من الاستعاذة بهم والتوسل بهم، واللي هي ذكرتها آيات سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يعني بالجن، أيهم أقرب الجن ولا ربنا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كبرت الحكاية معاهم عبدوا الجن فربنا سماهم شركاء. في سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن. الجن مين الشركاء للجن؟ طب والرد: وخلقهم. يا الله، وخلقهم الخالق، لا المخلوق شريك للخالق، ده الرد، ده معناها كده: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. كيف يكون مخلوقا وكيف يكون شريكا؟ عشان يكون شريك يكون خالق، إنما أنتم تعتقدون أنهم مخلوقون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وقال بعدها: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يا الله، وخلقهم آدي من ضمن سلسلة الطواغيت عبادة الجن. يبقى جن وملائكة من بعد أنبياء، إيه كمان ممكن؟ أشياء أخرى. أنت عندك ناس يعني في أشياء ما ذكرهاش القرآن بس ذكرها على الإجمال وليس على التفصيل. في ناس عبدوا مثلا بوذا برضو قالوا إله وابن إله وكذا، والناس الهندوس عندهم التثليث موجود عندهم زي ما في تثليث عند القدماء المصريين إزيس وأوزوريس وحوريس، في عند الهندوس تثليث أيضا نسيت الألقاب بتاعته، لكن أي حد قرأ في دراسة الأديان القديمة يجد أن التثليث موجود، ولذلك قيل إنه هذا التثليث اللي عند النصارى مأخوذ من هذه الديانات الديانات الوثنية أو الديانات الوضعية. طيب احنا عاوزين نخلص من الحكاية دي،
تكلمنا عن عبادة الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر وصنوف البشر، النمرود وفرعون وعزير وعيسى والجن والملائكة. طبعا في عبادة أنبياء أو عبادة أولياء، بس دي نأخرها شوية لأنه دي جاية في شرك العبادة وليست شرك مع الله، اللي هي موجودة في الأمة الإسلامية الآن. الناس اللي ممكن يعني عظموا النبي عليه الصلاة والسلام بصورة لا تجوز، مبالغة في حق النبي، ودي قليلة. لكن المصيبة الكبيرة تعظيم الأولياء وعبادة الأولياء والتوجه بنحو 90% من العبادة للأولياء والعشرة لربنا، ممكن عشرة يعني خليها عشرة. طيب لكن لو قلنا انه دي هنأخرها الى توحيد الألوهية، فيبقى عندنا هنا ايه في نهاية هذه السلسلة عبادة الأرباب الزائفة والأرباب والآلهة الباطلة، انه بنقول هل ممكن يكون في إلهين او ثلاثة او اكثر؟ اقل الجمع في اللغة العربية، اقل الجمع في اللغة العربية اثنان. فربنا أنكر على النصارى الثلاثة، قال ولا تقولوا ثلاثة، ومن قبل هذا قال في العدد الكثير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الغاية لما نزلنا إلى أقل الجمع وهو الاثنان في قول الله تعالى في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذه أقل الجمع. يعني ممكن يكون في الكون هذا إلهين، ربنا قال تعالوا تعالوا نشوف، تخيلوا. يعني في حاجة اسمها الافتراضات الجدلية في القرآن، ليه؟ عشان تصل للحقيقة، عشان تشغل المخ، عشان ما تبيعه على الزيرو. هو مش سيارة تبيعها على الزيرو، فبقول لك تعال افترض وجود إلهين، الإله قوي قادر مريد، أيوة. الإله الأول قال لا إله إلا أنا، ايه موقف الاله الثاني؟ قال ما سمعش. ينفع يكون اله؟ هيسمع دعوات المظلومين من ايه؟ والمظلومين كتير. لا، طب سمع وسكت، طنش. شو بيقول لك؟ سين سيبك وصاد صهين وطه، طنش. هو طنش يعني لانه مش قادر يواجه الاله الاول. طب العاجز هذا يصلح ان يكون اله؟ قال لك لا. طب يا سيدي افترض انه سمع وما طنش، والاله الاول قال لا اله الا انا، راح الثاني قال له ايه؟ فتوات بقى زي فتوات بولاء عندنا، قال له ايه؟ لا اله الا انا. ايه؟ طب هيعملوا ايه؟ ده يقول لا اله الا انا، والثاني يقول لا اله الا انا، فيقوم اللي قال لا اله الا انا قال له هخلق السماء، قال له وانا هنسفها، قال له اخلق الارض، قال له وانا دمرها. ربنا ذكرها في آية، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اي السماوات والارض، الاثنين هيتخانقوا مع بعض هيدمروا السماء والارض، لفسدتا. طب السماء قائمة والارض قائمة، يبقى ده معناه ايه؟ اله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. طيب هذه الكون ولي عرش بيهيمن على المملكة وهيستوي عليه الإله اللي خلق الكون، الإله الثاني وضعه إيه؟ واحد على العرش والثاني ينطرح على الفرش، ولا يقول له لو سمحت خذني جنبك؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فين. ده الافتراض الثاني. الثالث في سورة المؤمنون، يبقى الأول كان الأنبياء والثاني الإسراء والثالث في المؤمنون. إيه الافتراض الثالث؟ بقول والله الإله بقول لا إله إلا أنا، والثاني بقول له لا إله إلا أنا، قال له ايه في ايه؟ طب انا ساحيي عمر، عمر اللي هو انا، قال له انا هموته، قال له انا احييه، قال له انا اميته. قال لك ايه الموقف؟ بكل المنطق اللي معروف للخليقه، قال لك حاجه من ثلاثه، اللي قال ساحييه والتاني قال ساميته، لا ده احياه ولا ده اماته،
عجز كلاهما عن الإحياء والإماتة، هذا افتراض، والعاجز لا يكون إلها. الله اللي قال سأحييه أحياه واللي قال سأميته أماته، يبقى يجتمع النقيضين في آن واحد، واجتماع النقيضين إيه؟ مستحيل. إنما الذي قال سأحييه أحياه والذي قال سأميته عجز، القادر هو الإله والعاجز لا يكون إلها، وهو قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، هذا إن دل فإنما يدل على أنه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويدل على أنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهيت بحضراتكم من سلسلة الطواغيت أو الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة كشرح لقولنا لا إله، ونشرع بعد إن شاء الله إلا الله التي هي إيمان بالله، والإيمان بالله وجودا، والإيمان بالله توحيدا، والإيمان بالله كمالا، والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للكلام عن التوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.